بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا أعنا على ما يرضيك في كل شؤوننا، آمين يا سميع يا كريم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته ورضوان، ولا عدوان إلا على من اختار الإفساد في ملك الرحمن. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وهذه أكل الأموال تمشي في غير طريق الشرعي، كما تأخذ تشري رئيس محكمة ولا تشري أفوكاتو، ها قال مش يدافع على حق، وأنت مكش على حق، وتعرف اللي مكش على حق، ولا تتعرف الأموال اللي يكونوا ربما كان من أهل الجنة، وكيف أنت غريت وخذ المال دخل مع أهل الجنة وبئس المصير عليه. تأكد خرتها، ضريت نفسك وضريت الافوكاتو ولا الجوج تربيونال كامل تشري بفلوسك، وتولي اموال دولة بين الاغنياء منكم. الاغنياء بتقوى الله، القناعة كنز لا يفنى، هكذا علمنا ربنا وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ونعود ان شاء الله تعالى.